أخي المواطن، أخي المقيم. يعد التشهير بالآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت من الأعمال المجرمة الواردة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم 17 وتاريخ 8/3/1428 هجرياً، والتي تنص على الآتي: يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن 500,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين من يتم إثبات قيامه بعملية التشهير بالآخرين. الأمن العام يحذر الجميع من خطورة مثل هذه الأفعال، كما يهيب بسرعة الإبلاغ عن مرتكبيها عبر الوسائل التالية: الإبلاغ من خلال أقرب مركز للشرطة، الإبلاغ عبر التطبيق الإلكتروني كلنا أمن، البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية أبشر. لمزيد من المعلومات فضلاً الاطلاع على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. مع تحيات الأمن العام.